طبيب يموت نتيجة للإهمال الطبي. هذه هي خلاصة الأوضاع في مصر. هذا ملخص الحياة في مصر. نموت عطشا ونحن السقاؤون، نموت جوعا والطعام بين أيدينا، يموت أطباؤنا نتيجة للإهمال الطبي، ويموت أبناؤنا نتيجة لقلة الأطباء. كل أسباب الخلاص موجودة بين أيدينا. الثروات الباطنية معنا، اليد العاملة والشباب معنا، العقول المفكرة معنا، ولكن آهم مما بعد. ولكن حكاية أحمد بن حنبل لم تنتهي بعد. أحمد بن حنبل خرج من السجن في آخر حياته، أما عصام العريان ودع الحياة وهو في السجن ذو الجدران العفنة. 6 أشهر لم ير فيها أحدا من أهله، وانتهت هذه 6 أشهر بالرحيل عن هذه الدنيا. ماذا فعل عصام حتى حبسوه؟ ماذا فعل عصام حتى بإهمالهم قتلوه؟ ليت الذين قتلوه لم يكونوا مسلمين، ليت قاتليه لم يكن اسمهم أحمد ومحمد وعبد الله. ماذا فعل عصام حتى تقتلوه؟ ما هي جريمته؟ ألأنه كان طبيبا رحيما؟ أكمل الماجستير في الطب وكاد أن ينهي الدكتوراه لولا كثرة دخوله إلى السجون. شعر أن الطب لا يكفي لخدمة قومه، فذهب ودرس الحقوق ودرس التاريخ أيضا ودرس العلوم الإسلامية. ماذا أردتم من هذا الرجل؟ أكان عليه أن يغني ويرقص حتى نرضى عنه؟ الناس بسبب الوباء تموت من المرض، والأطباء في السجون يموتون بسبب الإهمال الطبي. ما هذا التناقض؟ لكن صدق الذي قال: لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم ضباع أعدائكم. عزاؤنا لأبنائي وبناتي وأحفاد الدكتور عصام، ولأسرته ولكل أقربائه، ولكل مصر الحبيبة، ولكل العالم الإسلامي. يا دكتور عصام، سندرس كما درست، سنتعلم كما تعلمت، سنملأ بالعمل وقتنا كما فعلت. فإما حياة تحيي الأمة، وإما شهادة تزيل الغمة. يا دكتور عصام، عشت حميدا، ونسأل الله أن يتقبلك شهيدا. وفاتك ليست خسارة، وفاتك ليست نهاية المطاف، فكل ليمونة ستنجب طفلا، ومحال أن ينتهي الليمون. إنما شهداؤنا كحبة تنبت السنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف. استشهاد أخيارنا يضيء لنا الطريق، والشهادة خير ما ننهي به الطريق. رحمك الله، تقبلك الله، أكرمك الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.